وفي أسواق المعادن النفيسة انخفض سعر الذهب بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس الذي سجل 1846 دولارا للأوقية. أما على المستوى المحلي فقد سجل جرام عيار 18 نحو 862 جنيها ولمس عيار 21 سعر وصل إلى 1005 جنيهات، في حين وصل سعر عيار 24 اليوم إلى 1148 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 8040 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة إلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 6.7% اليوم، وسجل سعره وصل إلى 111 دولارا و80 سنتا للبرميل. أيضا انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.8% ووصل السعر إلى 108 دولارات و41 سنتا للبرميل. وعن أسعار المازوت فقد انخفضت عالميا ووصلت بنسبة 3.56% ووصل السعر إلى 4 دولارات و26 سنتا لكل لتر. أما عن الغاز الطبيعي فقد انخفض أيضا بنسبة 6.97% ووصل السعر إلى 6 دولارات و94 سنتا لكل مليون وحدة حرارية.